هنعمل مع بعض الدقوس بطريقة سريعة وسهلة جدا. المقادير دي أنا أخذها برضو منهم، هما بيعملوه بالطريقة دي. عندي 3 ثمرات طماطم كبيرة، عندي نص معلقة صغيرة ثوم، وعندي 3 معالق زيت، وعندي كمان عيدان نعناع فريش، وعندي ملح وفلفل وشطة ومعلقة كبيرة مستردة، ودي كانت بالنسبة لي جديدة في صلصة الدقوس، وفلفل حامي أحمر. تمام؟ تعالوا بقى نبدأ نحط كده المقادير كلها في الكبة. ما عنديش أي حاجة هعملها غير إن أنا هحط كل المقادير بتاعتي في الكبة. الطماطم، تمام، هحط الفلفل والنعناع، الفلفل الحامي الأخضر والرومي، النعناع، الثوم، تمام، وهحط هقرب كده الزيت والشطة، شوية شطة كده، بس طبعا هو بيبقى حامي يعني، فيعني النهاردة بقى مفترين احنا في الحامي. وهحط شوية الزيت بتوعي، تمام، وهحط معلقة المستردة، وهضرب كل ده في الكب بس كده، مش اكتر من كده. هني بعد اذنك ممكن نشيل ده، تمام اهو، هضرب كل ده كده في الخلاط في الكبة لحد ما ينعم معايا يبقى بالشكل ده. دي صلصة الدقوس اللي احنا كلناها مع المندي اهي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، تعالوا بقى نغرفها كده الصلصة اللي احنا اكلناها مع المندي هناك. طريقتها سهلة جدا اهي بالشكل ده كده، هبدأ انزل كل اللي موجود فيها كده بالشكل ده اهي. تمام، دي كانت صلصة الدقوس اللي ممكن ناكلها مع المبكبكة.